السلام عليكم البنات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جديد ووصفه جديده. اليوم درت ندير لكم واحد التحليه ديال كريم، تحليه ديال كراميل والبيض والسكر. ثلاثه مكونات سهله وبسيطه، وما كنديرهاش في الفرن البنات، كنديرها غير في البخار. ثلاثه الحوايج كنديرهم واحد طنجره الضغط مع الماء، وكيطيبو غير في البخار في 15 دقيقة البنات، وكل شيء واجه وخرجوا زوينين هائلين. تقدروا ديروها في أي حاجة بغيتو، أي طوا بغيتو. المهم نوري لكم هانتوما كي كيخرج زوين. ما بيش الثانية التالتة هادي درتها في واحد الكاس صغير. المهم درت خمسة الغرار، فراه كلينا البارح وبقاو غير هاد الثلاثة. البنات تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. ثلاثة ديال الحوايج باش ديروا الفلون كراميل ناجح 100%، وتبعوا معايا. انتما كتشوفوا هذا كراميل راه طاب، هانتوما كتشوفو خليتو في هاد اللون صافي. دروكا غادي نديرو في هاد لي غانكار لما درتهم كيطيبو هنا. الحليب راه طاب ليا صافي، بقى ليا غير سميتو، بقى ليا زعما با كغون شوز. دروكا هاد سميتو هذا غادي نديرو في ساعة باش ما يبردش. شي معلقه ولا باش ما بغيتو، كنحاول انا نديرو فيت فاي. ندير غير خمسة ديال الكيسان. المهم سايح ليا شويه، درتو في هاد الكيسان هادو اللي كتشوفو، معرفتش يبان ليكم ولا لا، بحال هكا. ندير في هاد الكيسان وريتهم ليكم بحال هكا فوالا. دروكا هاد المرحلة درتها هنا. الحليب الحليب ها هو غادي ندير غادي نصفيه، غادي ندير واحد شويه هنا شويه. انا خليتو الطاطام مزيان، غنديرو على ثلاثة د الدفوعات البنات ولا أربعة ولا مديروش دقة كاملة، حيت سينو الحليب غادي سميتو البيض غادي يطيب ليكم. غديرو وطربو باش يدخلوا البرد، سميتو يدخلوا البرد صافي. البنات ها هي انا درتو هنا، وغادي نرجعو هنا، غادي نرجعو في هاد القميله باش نصفيه دوزيام فوا. حيت كيكون فيه ديما البنات شويه، هانتوما كتشوفو ديما كيكون هذا شويه كيبقى هاد شويه باش كيكون طيب. فوالا دروكا البنات ما بقى ليا غير نديرو في الكؤوس ديالي. نتوما الكؤوس تحاولوا تدوروه هكا باش الكراميل يدور ليهم زعما، سينو غادي يبرد كيكون ما تيكون تيجمد. غندور زعما الكيسان كراميل، المهم سي بون. دوكا غادي ندير هادو في الكيسان، غتعمروهمش اللي بغيتو على حساب داكشي اللي بغيتو نتوما. انا غندير تقريبا شويه، ما نعمرش الكيسان.
غيبقى ليا بزاف. درت ايترو، غنحاول نديرو فشي حاجة اخرى. فوالا بقى ليا غير واحد شوية، معليش. صافي البنات، هادشي اللي كاين. هانتوما تشوفو البنات، غادي نحاول هاد الكميلة نديرها هنا. الما درت فيه الما شوية هكا، وهادو غادي تغلفوهم البنات. هادو غادي تحاولو تغلفوهم وتحطوهم هنا، وزعما خليوها 10 دقايق حتى ل 10 حتى ل 15 دقيقة البنات، با بلوس، حيت ما خصوش يطيب بزاف. هادو هاد التحلية ديال كريم كراميل غادي نديرو هنا زعما بلا فابور. اللي ما بغاش يديرو يديرو في الفران، حتى الفران كيكون زوين، ولكن غير انا الفران اللي تعجبني كتكون ديك لا كروت نوار، ديك هذيك الكحله كيكون شويه كحل في الفوق شويه، سينو ما خصني نخليوه يطيب. غادي نغلفو بهاد لي بابيي اللي سميتو بالسلوفان البنات، باش ما يدخلو ليهش الماء. هانتوما البنات راه غلفت الكاس، غلفت الكاس هنا، وغادي نحطو هنا، وغادي نغطيه ب سميتو نغطيه ب ديك الغطاية. وصافي ما عندوش بابيي هذا السلوفان يدير بابيي الومنيوم. فوالا ندير هادو هنا، جيسبيغ يدخلوا ليا هاد 5، هاد 5 د الكيسان البنات. هانتوما كتشوفوا نحاول نغلف كلشي هادو، بيتي دوبلو هادو دوبلوهم الا خفتو زعما ما يدير لكم. حسبوا 10 دقائق حتى 15 دقيقه ابارتير دو زعما الكيسان دخلوا هنا، حسبوا 10 حتى 15 دقيقه. باقي كندير البنات كنغلف هادو. ميدنيش هاد الشارت، غادي يجيني هو النيشان 5 د الكيسان. سيرو اللي ما عندوش هذا يدير في فليكس كاس ولا شي كاميله كبيره ولا واحد، وداكشي اللي عندو يهدي به. هانتوما البنات، ها باش جيسبيغ يبان ليكم. هانتو راه 5، درت 5 د الكيسان هنا، وغادي نغطيه، والما درتو غير شويه تا لهنا الما. فوالا دروكا غادي نغطيه نشوف. بحال دوك الا عندكم بحال هادي ولا، المهم شي حاجه اللي تغطي ليكم. هانتوما نيشان بيل بوال وجد زعما صدقات ليا. صافي البنات ها هي تسدات، ودركا حيت الما، الما راه بدا كيغلي، غنحسب ليها 15 دقيقة. هانتوما غطيوها بشي زعما شي كاميلة ولا شي حاجة هكا، وحسبو ليها 15 دقيقة البنات. وغادي نراقبها مزيان، وغادي ملي غادي يطيب ان شاء الله نرجع معاكم. البنات من غادي تحيدوا هادي هاد كريم كراميل، تخليوه حتى زعما درجة الحرارة شوية يبرد واحد شوية، عاد ديروه في الثلاجة. الا لقيتو ديروه في الثلاجة ليلة كاملة احسن واحسن. الا بغيتوه واحد 3 سوايع على الاقل، على الاقل 3 سوايع باش يبرد لكم مزيان. سينو ما تيكون رطب وخايب، الا برد كيكون زوين. المهم نتلاقاو ان شاء الله البنات. استسمح المقطع الاول تقطع ليا، اللي فيلميت لكم اللي قلت لكم وجدت المقادير وكيفاش درت الكراميل والحليب. المهم ما كتعرفوا كلشي ديروا الكراميل، الحليب درتو يطيب وخلطتو مع شويه السكر وفاني،
وملي طاب ليا الحليب خلطته مع البيض وصافي خلطت الخليط كلشي ودرتو ودرت الكراميل هو الاول عاد درت الخليط الثاني المقطع مشى ليا استسمح فوالا دروكا المرحله الثانيه راه وريتها لكم دروكا باش نوري لكم بلا واقي طيب كي كيجي ومره مره شوفوا خشي واحد لبكير دون داك العود خشيوه فسميتو الا ناشف ليكم صافي دير راه طاب الا ما الا باقي فيه داك الحليب خليوه يطيب واحد شويه. هنا البنات المده ديال الطياب 15 دقيقه اللي درت بيل طوال انتما كتشوفوا باقي ما حيدت المكه حيدت غير هذا باش نقول نجرب لكم تهزوا بحال هذا الكيغدون هذا حاجه اللي عندكم صافي كتجربوها بحال هكا وكتشوفوا كتشوفوا الا ما بقاش فيه الحليب ولا سميتو ما فيه والو انتما انتما فيه والو ما فيه والو وصافي وخليوه يبرد على خاطرو حيدوا هاد الميكه هادي حيت دروكا كنفيلمي لكم بهاد اليد وحده غادي نحيد هاد الميكه ونخليه يرتاح مزيان على في الغرفه واحد ساعه على الاقل عاد تدخلوه للثلاجه حتى يبرد تياد يكون معتدل عاد ديروه في الثلاجه وغادي نخليه ان شاء الله ليله كامله حتى للصباح ان شاء الله ونرجع معكم.